عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ هاني نهار جديد وفيديو جديد، ومرحبا بكم معايا خوتي داخل المغرب وخارج المغرب. اليوم غنشارك معاكم كسكسو، وتابعوا معايا خوتي. ندير هنا الدجاج، ندير جوج بصلات مقطعين، غندير شوية البزار، ثمان معلقة البزار، معلقة سكينجبير، شوية الملح، شوية الخرقوم، عندي هنايا مطيشة، جوج مطيشات محكوكين وقطعت معاهم شوية ربيع، دابا غادي نردو يتقلى وغنزيد معاه الحمص وغنسد عليه هنا في الكوكوت، والخضرة غنديرها في البرمة باش نفور عليها الكسكسة، وتابعوا معايا خوتي. دابا غنرد الخضره ديالي في البرمه، ندير المكور، هادو اللي كيشدو الطياب، خيزو واللفت والمكور، نقطع عليهم واحد البصلات، غنزيد عليهم هاد المطيشة اللي بقات لي، نزيد عليهم هاد الربيطة د البيض، وغندير العطرية هادي، غندير عليها الماء وغنرد هاد الطيب، تطلع عليها الخضره وغادي نفور عليها الطعام ان شاء الله، وبقاو معايا خوتي. دابا خليت الدجاج ديالي ها هو تقلى، غادي نزيد عليه الحمص وغادي نسد عليه الكوكوط، دابا غنزيد عليه شويه د الماء وغنسد عليه الكوكوط حتى يطيب، وبقاو معايا. دابا خوتي هاد الكسكسو ديالي راني غسلتو وخليته حتى نشف، دابا غادي نديرو الفور على الخضرة ديالي بدات تتغلي، غادي نديرو الكسكس ونديرو الفور،
دابا غنخليه يتفور الفوره الاولى باش نعاودلو عاوتاني الثانيه ان شاء الله. دابا خوتي الكسكسو ديالي تفور التفويره الاولى، دابا غنردو يتفور التفويره الثانيه. حيت غسلتها في الاول دابا ما غاديش نقوي له الماء، دابا شويه باش يتحل وصافي. دابا غندير القرعه والقرعه الحمراء والقرعه الخضراء وشويه د البطاطا. جوج مزاود، ثلاثة د المزاود، مزاود ضروري اخوتي، كيجيو في الكسكسو زوينين. دابا غنخلي الكسكسو حتى يطلع على ما طاب لي الخضره اللي عاد درت، والدجاج والحمص راهم طابوا، وبقاو معايا حتى نحطو ان شاء الله. دابا خوتي راه الكسكسو ديالي وجد، انا غادي نبدا نحط الدجاج راه طاب لي بزاف. دابا خوتي الكسكسو ديالنا وجد، انا حطيته، نتمنى تعجبكم هاد القصعه خوتي، وشكرا لكم بزاف وتبارك الله عليكم وتحيه لكم كاملين. السلام عليكم.